تزداد وتيرة الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي خاصة على محافظة شمال قطاع غزة وتحديدا جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون منذ ساعات الفجر وحتى الآن تكاد لا تنقطع أصوات الانفجارات وأيضا أدوية هذه الانفجارات الناجمة عن القصف من قبل الجيش الإسرائيلي سواء القصف الصاروخي وحتى القصف المدفع وعمليات إطلاق النار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي. وفقا للدكتور مروان السلطان مدير المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا إلى الشمال من لازال الحصار مضروب بشكل كامل على المستشفى وسط فعلا انقطاع التيار الكهربائي منذ ساعات فجر هذا اليوم، وقوات الجيش الإسرائيلي قصفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى وذلك بإطلاق قذيفتين من قبل الدبابات الإسرائيلية. أيضا وفقا لمنير البرش الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة هنا في غزة أفادنا بتعرض الطوابق العلوية من للمستشفى الأندونيسي للقصف المدفعي الكثيف من قبل الجيش الإسرائيلي. هذا الاستهداف المباشر للمستشفى وفقا للدكتور البرش ترك حالة من الذعر أصابت المرضى والجرحى والطواقم الطبية والعاملين في هذا المستشفى والذي يضم أكثر من 40 مريضا وجريحا لا زالوا على أثر الشفاء في داخل مستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا إلى الشمال من القطاع. أيضا هذا يأتي وسط عمليات نزوح للمواطنين الذين لا يعرفون أين يتوجهون حيث أن مختلف المناطق في شمال قطاع غزة تتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية متواصلة لليوم 15 على التوالي وزادت وتيرتها منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة وسط صعوبة أيضا عملية الاتصال سواء عبر الهاتف أي الاتصالات وأيضا خدمة الإنترنت التي باتت مقطوعة بشكل كامل منذ الساعة 5 مساء الجمعة أمس لا زالت مقطوعة عن المناطق الشمالية من قطاع غزة وبات المواطنون يواجهون صعوبة في عملية إيصال مناشداتهم خاصة لطواقم الإسعاف والطوارئ وأيضا للدفاع المدني. العديد من الاستهدافات تمت ميسة لمربعات سكنية بأكملها في سواء في بلدة بيت لاهيا ومحيط المستشفى الأندونيسي أو في بلدة جباليا ومخيم جباليا. كان أعنف هذه الاستهدافات عندما استهدف الجيش الإسرائيلي مربع سكني كامل في وسط المخيم مخيم جباليا أدى ذلك إلى سقوط على الأقل 33 ضحية وأكثر من 70 من الجرحى والمصابين. أما بقية المناطق في قطاع غزة وتحديدا هنا في مدينة غزة ومنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية من قطاع غزة أيضا نالها العديد من الاستهدافات سواء القصف الصاروخ من قبل الجيش الإسرائيلي من قبل الطيران وحتى من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي. في مخيم المغازي كان أعنف هذه الاستهدافات استهداف منزل لعائلة شناعة أدى إلى سقوط 6 من الضحايا غالبيتهم من الأطفال وأيضا إصابة نحو 7 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.